بيكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات نحو الله. القلب في صفة فريدة وموجودة وممكن نتعلم منها كتير. لو القلب اتاخد بره جسم الإنسان وانعزل عن كل المؤثرات اللي حواليه اللي ممكن تكون بتشغله، هنلاقيه برضو بيقعد يدق فترة من الزمن حتى لو انعزل عن كل مصادر للحياة ليه. نتعلم من ده ايه، او ده يفرق معانا في حياتنا في ايه. في اوقات بنمر بيها بنسميها اوقات احتجاب للنعمة، يعني انا مش عارف اخد حاجة من برة تشغلني، او في حاجة واقفة، في حيطة موجودة بيني وبين ربنا ومش عارف استقبل استقبال جيد. يمكن الدعوة برضو في الوقت ده هي دعوة اشتغل، حاول تكون بتعمل، اتعلم القلب بتاعك ان هو بيشتغل شوية حتى لو المصادر الخارجية من دعم مش موجودة. ودي برضو يمكن بتعلمنا حاجة تانية اكبر واهم. ساعات الواحد بياخد القوة بتاعته من مصادر مختلفة، يعني مثلا باخد القوة بتاعتي من اجتماعات معينة بحضرها، او من ناس معينة بتقابل معهم ويكون ده مصدر القوة بتاعتي. في أوقات ربنا بيدعوني لدعوة تانية، يقول لي أنا عايزك تتعلم بحاجة اسمها self motivation، إن أنت تخش وتقفل بابك وتتعلم مع نفسك، وربنا نفسه هو اللي يعلمك من خلال كلامه في الكتاب المقدس، من خلال علاقتك الشخصية بيه. عشان أنت لو انعزلت عن كل مصادر خارجية هي بتعطيك قوة من الخارج، انت عارف تاخد القوة من الداخل من خلال علاقة مع الله وعلاقة صحية جدا، فانت عارف تعمل self motivation، تدعم نفسك بنفسك من خلال علاقتك مع ربنا. الدعوة دي مهمة لحياتنا، ان احنا نكون عارفين من خلال الصلاة من خلال المخدع بتاعنا ان احنا ناخد القوة من الله نفسه. في قصة بتحكي عن مجموعة من الصيادين موجودين في مكان معين وكانوا بيصطادوا، وفي طيور موجودة كانت بتاكل الفاضل من بواقي الصيد. السمك خلص في مكان واضطروا الصيادين يروحوا مكان تاني عشان يصطادوا. الطيور ما تعلمتش تكبر جناحاتها، كانت دايما معتمدة على الفتات اللي فاضل. اللي حصل للطيور ان هي ماتت لان المصدر اللي كانت معتمدة عليه ما بقاش موجود. الدعوة بتاعتنا النهاردة انك ازاي تربي جناحاتك، تبقى الطير بتربي جناحك وتطير فوق المية وتختار السمكة اللي انت محتاجها، مش السمكة اللي جايلك من بره بس. في اوقات كتير بيجيلك سمك انت مش عايزه او مش محتاجه دلوقتي. الدعم الذاتي ان انت تحفز نفسك من اجل علاقة سوية وحقيقية مع الله، وانت اللي تحط المعايير بتاعتها من الامور المهمة في حياتك. ساعات بنبقى معتمدين على مصادر خارجية او اشخاص يقولولنا نعمل ايه في حياتنا او نمشي على خطط ازاي مع ربنا، وكأني حياتي هتقف لو الناس اللي حوالينا مش موجودين او ما قدونيش الطريق اللي لازم امشي فيه. الدعوة اللي عايز ادعوها لك النهاردة هي دعوة التحفيز الذاتي. زي القلب ما هو لو انعزل عن كل المصادر يستطيع ان يعمل، انت ايضا تستطيع ان تعمل، وتستطيع ان تضع خطة لحياتك، تستطيع ان تضع خطة مع الله لكي تستقبل عمل النعمة وتحوله في حياتك لخبرة حقيقية تستطيع بها ان تنمو وتعطيها ايضا لاخرين.